يا همام انت حاولت تبعد الكرة ما ابعدتها، ليش هذا الانهيار؟ ارفع راسك انت عراقي، انا طير على الجبال وبالبواد وبالقصب، وروحي تسري بماي دجلة من الشمال وانزلت بشط العرب، انزلت بشط العرب، وايدي توصل للنخيل تجيب برحي وتجيب رطب، هذا هو العراقي. معليش يا امام، لا لا ما نبغي نشوفك بهذا المنظر ابدا ابدا. كرة اللعب تتخلص المنتخب العماني في الشوط الثاني الاجمل والاحلى بين المنتخبين حتى الان. يعني تنظر تراب بيه ريحة عراقي. يا زين كلامكم يا العراقيين، يا زين لهجتكم.